ببادرة من الجمعية التونسية صوت الباعث وطلبة وخريجي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة، تم إحداث ممر ذكي للتعقيم لفائدة الإطار الطبي والشبه الطبي بمسلك كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بباجة. الكابين هذه اللي نتيك كما تشوفوا فيها لهنا باش تكون تعقم الملابس الطبية متاع الطب بعد ما يكونوا اون كونتاكت ديريكت مع المريض، باش يتعداو بالكابين تصير لهم تعقيم للملابس نتاعهم ومن بعد تجوز تتقاس التمبيرات نتاعهم ويتعداو نورمال من غير ما يقعدوا معناها هكا باش يبدلوا حوايجهم ولا باش تصير حاجات. فيها دي بيز اللي هما يعملوا لانفيكتاسيون تاع لي برودوي تنحي لانفيكتاسيون من اي مريض. فهمت؟ الانفكتاسيون اللي هي على البشم البر مش من داخل. على الملابس نتاعو. طاقات شابة وكفاءات متميزة تسلحت بالعلم والمعرفة والإرادة وانطلقت في العمل من أجل المساهمة في المجهود الجهوي والوطني للتوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد في أقصر الأجال، على أمل المواصلة وتوفير هذا الممر وتزويده بكاميرا حرارية متطورة. حضرنا بالكفاءات نتاع المؤسسة لتكنيسيا معناها تقنيين ولا ساذة اللي هما لاهين في توسكي انفورماتيك بروغراماسيون تاع لي سيستيم باش تكون الممر هذا ممر ذكي للتعقيم باش نعطيوه ان شاء الله للسبيطار الجهوي بباش. هذايا بروتوتيب تعمل، احنا حبينا باش يكون هذايا فيه كامل شامل، فيه خاصيه قيس الحراره عن بعد بالانفراروج. اول ما يجي مثلا الدكتور يعقم يديه في السائل الموجود على اليمين ومن بعد يدخل في الممر نتاع التعقيم، مدة التعقيم 5 ثواني، لازم يعمل فيها دورة 360 درجة وبعد يخرج من الممر هذا. مجهود ثمنه الاتحاد الجهوي للشغل بباجة داعيا كافة رجال الأعمال بالجهة لتبني هذه الأفكار الشابة ودعمها ماديا ومعنويا. بشرى البجية بشياقة تصنيع ليزامبيلونس في باجة، في القريب العاجل مش تلقاو كعبتين نموذج مش يوضع ليزامبيلونس ماش نسردوهم من برا مش ولاو يتصنعوا في باجة. نعمل هذا إن شاء الله بحول الله في الأيام القليلة القادمة مش نشوفوا كعبتين أخرى. فادرة متميزة من المنتظر أن تتدعم في القريب العاجل باقتناء معدات متطورة تساعد على تلبية حاجيات الجهة في المجال الصحي بالخصوص.